التقى محافظ القاهرة إبراهيم صابر عددا من أعضاء مجلس النواب بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة وعددا من القيادات التنفيذية. خلال اللقاء ناقش أعضاء مجلس النواب عددا من الموضوعات المتعلقة باحتياجات المواطنين في دوائرهم، خاصة رفع مستوى النظافة ومعالجة مشكلات الصرف الصحي وإقامة المدارس والمستشفيات، بالإضافة إلى إنشاء كبار للمشاة ومطبات أمام المدارس.